صراحة إذا تحطمت الطرقات وتسكرت الطرقات زي كذا، يعني شوف الخروج نزلت على الطريق وسكرت وتحولت الطريق، تحطمت المواطنين خلبطهم. لازم تشتغل، لازم عمل سريع، يعني ما تعطل الناس. مجرد اتصال تشتغل على طول، مش مثل بعض الدول زي اليمن وزي سوريا ومصر والعراق، والله تتصل لك كم تتصل ما يردوا عليك اتصال الا بعد 20 مليون اتصال، واللي يردوا عليك قالوا لك ان شاء الله ان شاء الله غير المكان، وسكروا السماعه وبرا يجلس الخط مسكر ومعطل اسبوع اسبوع لين يجي يوصل لك بعد 20 مليون اتصال. لكن صراحه الخليج وغيره ودول اوروبا هذه اول ما في وقت، ما في تاخير، اشتغل نظف صلح، اهم شيء البنية التحتية. هو انا غلطان، يا سلام عليك، اشتغل الشغل. اشكر الحبيب، مشكور الشغل السنة النظيف. اذا تعطل الناس وتخلف الناس ليش يا اخي؟ انت دولة، انت حكومة، انت وش شغلك؟ يعني قاعد واحد يتصل للمسؤول ويتصل وانت ما تربي الاتصال، ولا تشوف خدمات المواطنين، ولا تشوف احتياجاتهم، وش عادك من المسؤول؟ يا سلام. وهذا الحطار الحين ننقل الثلج اللي جمعناه القلاب، ومن القلاب نوديه للنفاية. النفاية هناك كذا خارج المدينة، الحين بوريكم انا. ايوه شيل الحين، وش خلي شيل ابو هذا داخل القلاب. بد اغرف بد رجولك. طلع يا حبيب اسلام، كب القلاب، مد بالك مثلج بردان، مد رجولك. ايوه بعد 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 الوقت خلص علينا. سريع. الناس تعطلت من اشغالها، تعطلت من اعمالها بسبب قطوعات الطرق وتحويل الطريق من مكان الى مكان. مشكلة والله. لا تعمل على حالك يا بوبو، وارقد على الحمام يا بوبو. لا تعمل على حالك يا بوبو، وارقد على الحمام يا بوبو. الحين رجع هذا مكانه. لا هنا بعدين اشتغل انا لحالي، انا على الثلاث الشاحنات هؤلاء، القلاب والبلدوزر والحطار هذا انا اشتغل. طبعا لازم التدريبات قوي جدا كويس، والاخلاص للعمل مهم جدا. تعمل على حالك يا بوبو بو، وارقد على الحمام يا بوبو. مكان النفاية هنا لازم توديه لمكان مخصص، مش تشيله وبس، يعني انك فتحت الطريق وتشيله كذا بس على جنب وتخليه هناك في الطريق وتنثر مرة ثانية وخرب الشارع وساخة. هذول جالسين هنا يقطعوا اخشاب. السلام عليكم. عليكم السلام. ايوه بس دايور
لا يرجع انت بهرجال بل انت بهرجال رجع شغال من الصبح جيدا حمد شغاله بصدمة يا سلام عليك. يلا ارفعكم شكرا الله يعطيكم العافية الله يعطيكم العافية وعلى كذا نكون أدينا عملنا بإخلاص